السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة، وكنتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم، جايبة لكم اقتراح جديد اللي هو البانكيك. صراحة كيجي زوين وكيحمقوا ليه الوليدات. تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نشوفوا شنو الطريقة ديال هاد البانكيك. اول حاجة البنات هي ناخذوا واحد جوج بيضات بحرارة ديال المطبخ، ديروا جوج البيضات، ديروها بحرارة المطبخ، ما يكونوش في الثلاجة باش يسلق لكم هاد البانكيك. مهم غادي تاخذوا فوي، غادي نحتاجوا نص كاس ديال السنيدة، غادي نخلطوا كل شيء. ماشي مشكل الا ما كانش عندك الباتور، مهم ديري غير الفوي قاضي الغرض. اللي عنده الباتور يديرها. كنحتاج فانيا، اللي ما عندوش فاني يدير روح الفاني او قشرة الحامض ولا الليمون. غادي نضيف عليه واحد جوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب، انا عندي هنا جوج كيسان عابرهم. غادي نخلطوا كل شيء. بعد ما خلطت كل شيء غادي نضيف واحد جوج كيسان ونص ديال الدقيق. مهم نتوما ما ديروش جوج كيسان ونص، ديروا على حساب كي اللي كيكون الدقيق كيشرب، نتوما ديروا عينكم ميزانكم. مهم انا غادي نوريكم التكستور اللي خاصها تكون عليه، هاد اللي خاص يكون القوام. مهم تبقاو تضيفوا بشويه بشويه. مهم انا غادي نخلط ونرجع معكم. انا رجعت معكم البنات من بعد ما خلطت هذاك الدقيق مع البيض. اذا بانوا لكم هذوك الكرات ديال الدقيق حاولوا حتى ما يبقاوش، حتى يرجع عندكم الخليط لهذا الشكل هذا. واخا يبان لكم شويه جاري كتخليوه يرتاح واحد جوج دقائق. مهم انا غادي نضيف عليه واحد جوج معالق ديال الزبده، كنشدهم كندوبهم، جوج معالق ديال الزبده كندوبهم. غادي نزيد عليهم داك البيكن باودر، خمارة 7 غرام، وغنخلط كل شيء ونخليه يرتاح واحد جوج دقائق. بيد ما شدت ليا العجينه في راسها وديك الساعه غندوز باش نطيبها. هانتوما البنات من بعد ما خلطت هذيك الزبده والخماره، هانتوما كتشوفوا القوام كيفاش ولا. غتخليوه على هذا القوام بحال هكا. دابا غندوزو باش نطيبوه. غادي نسخن المقله ديالي وغادي نبدا نطيب فيه. هانتوما البنات انا نسيت ما وريتكمش القوام، ها كيفاش كيجي. كيجي ما قاصح ما جاري. هانتوما ما شاء الله، ها هو البانكيك بدا كيتقب تبارك الله. غادي طيب ليا من التحت باش نقلبها. هيا من بعد ما قلبتها ما شاء الله تبارك الله جا غزال. غادي نعاود معكم وحده اخرى. ما البنات انتم كتشوفوا المقله بعد ما غسلتها راه باقي فيها هذوك النقاطي بيضين ديال الماء. دابا غادي نجي باش نخوي داك البانكيك وغادي نحطها مباشره فوق البوطه. انا رجعت معكم البنات وباخرة الفيديو. هذا هو الطبق ديال اليوم، زينته على هذا الشكل بصوص الشوكولا والكركاع. نتوما تقدروا تزينوا باي حاجه عندكم، باي حاجه متوفره عندكم. الصراحه انا هاد صوص الشوكولا كانت عندي ديجا مصيبها من قبل، كنحتاج فيها نص كاس ديال الحليب مع واحد المعلقه صغيره ديال المايزينا او لا كريم باتيسير، كندير معاهم معلقه ديال الكاكاو وشويه السكر. كنخلط كل شيء حتى كتعقد عندي. كنضيف عليها واحد 6 القطع ديال الشوكولا
وكندير معاهم معلقه ديال الزبده. كتولي عندي هاد الصوص الشوكولا هي اللي كنقدمها صراحه مع هاد البانكيك اولا مع لي كريب، كتجي صراحه غزاله. مهم البنات، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وشكرا بزاف على دوك التعاليق الزويونه، واللي جديده معايا تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي، واللي قديم معايا يبارطاجي الفيديوهات ديالي مع الاحباب والاصدقاء علاش لا. مهم البنات، بلا ما نطول عليكم، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي.